توقفت الأمانة العامة لكوار 14 من آذار عندما ينبغي تسميته التمدد الأمني للنظام السوري في لبنان، واعتبرت أنه يتجسد بشكل أساسي بدور السفير السوري وسفارة نظامه في عمليات قمع أي تضامن مع الشعب السوري وفي عمليات خطف النشطاء المعارضين من لبنان إلى سوريا بسيارات السفارة. الأمانة العامة وبعد اجتماعها الدوري رأت أن ما يقوم به حزب الله هو تتويج للانقلاب الذي نفذه مطلع العام الجاري بالاستناد إلى السلاح من أجل إخضاع المؤسسات الدستورية لقراره وإلغاء التزام الدولة بالقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1757. مع استحقاق حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، لا يكتفي حزب الله بالعودة إلى المجاهرة بموقفه المعادي للعدالة، لكنه يتصرف كأنه مركز القرار الدستوري للدولة ومالكه، معتبرا أن منع التمويل يجب أن يكون الموقف اللبناني الرسمي. وتحذر الأمانة العامة في الوقت نفسها الحكومة، لا سيما من يدعي رغبته في تمويل المحكمة، من أن ما يسمى مخرج التصويت للمنع لن يمر على اللبنانيين، وستعتبر 14 أدار الحكومة ساقطة في اللحظة نفسها التي لا تقرر فيها التمويل. كما شددت الأمانة العامة انطلاقا من تمسكها بالدستور ومؤسساته كافة وبالقرارات الدولية على تصميمها مواصلة كفاحها لمنع استبداد القوى والسلاح غير الشرعي بالدولة وبالعلاقات اللبنانية وعلاقات لبنان العربية والدولية.